بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم اخواني اخواتي فلزات اجبري مشجعين الافريقي. واضح ان احنا ظلمنا المستثمر الامريكي، واضح ان الفلوس كده بدات تمشي مع الافريقي والدنيا شكلها تبقى تمام، والافريقي شكله من ملكاته تاريخي ويعمل فريق محترم بجد. صديقي العزيز، بعد ما الكلام ما كان منتشر على حمزه خضراوي وحمزه بن عبده، اخيرا الافريقي قدر يخلص بشكل كبير على حسب الصحفيين التوانسه صفقه حمزه بن عبده، المدافع اللي الافريقي محتاجه. الافريقي عنده مشكلة في خط الدفاع، فالأفريقي كان محتاج حمزة. هي مشكلة صفقة حمزة فين؟ في 100,000 دينار. يا كابتن 100,000 دينار، الأفريقي كان قافش على ان احنا بالصلاة على النبي 500,000 دينار هو ده اللي هندفعه في صفقة حمزة، والملعب التونسي 600,000. بص، عايز حمزة هات 600,000 يا اسطى. طب ما خلاص ما حد يدفع ال 100,000 دينار دي. لا معلش، احنا بنرسخ لقواعد جديدة. اللي عايز الأفريقي معلش يتنازل شوية يا ابني. ما هو اللاعب عايز الأفريقي واللاعب مخلص مع الأفريقي والدنيا بالنسبة للأفريقي تمام، وقال لك ان اللاعب عاوز 35,000 دينار والدنيا بالنسبة للاعب كانت تمام والحياة كانت حلوة. طب المشكلة كانت فين؟ المشكلة كانت النادي قافش بقى. قال لك احنا ما عندناش مشكلة ان اللاعب يمشي، بس معلش يعني احنا لمؤاخذة عايزين تمن مرضي بالنسبة للاعب. اللاعب يكبر 29 سنة، ومركز المدافع نوعا ما مركز مهم جدا في المراكاتو ده. فمعلش يا افريقي، ادينا 600,000 دينار تاخد حمزة، وفوق يا باشا الاستغناء بتاعه، كل سنة وانت طيب وما نجيلكش في مراكاتو تاني. مش عارف بصراحة، من امبارح كانوا بيقولوا الموضوع صعب، والافريقي مطالب منه 600,000 دينار والافريقي هيدفع 500 بس. من ساعة قال لك الصفقة خلصت. لا إله إلا الله. هل الأفريقي يزود 50,000 دينار تاني؟ ممكن والله ابن عمي ممكن. قال لك نقسم البحر ونصين، أنت عايز 100 خلاص خد 50 وتمام، وادينا حمزة وقول لي مبروك بقى، قول لي مبروك عليك حمزة. والله يا صاحبي مبروك عليك حمزة، وإن شاء الله بإذن الله يطلع مدافع ناجح مع فريق الأفريقي، وإن شاء الله بإذن الله الأفريقي يقدر إن هو يعمل فريق كويس ويقدر إن هو يبني فريق محترم جدا. اخواني ظلمنا المستثمر الامريكي مستر شامبرز، شكله كده مخلي الدنيا مرتاحه بالنسبه للفريق في الميركاتو. والله يا رب دايما ويكمل لحد اخر الميركاتو ونظبط الدنيا ونعمل فريق، وبعد كده مستر شامبرز عايز تعمل اي حاجه اعملها، عايز ترحل ارحل، المهم ان احنا نعمل فريق محترم في الميركاتو وبعد كده يحلها ربنا. نتمنى بقى مستر شامبرز ان شاء الله ربنا يكرمه كده ويسرع في ورا الباك الشمال، وان شاء الله باذن الله صديقي يخش على نص الملعب يدور على سنه العاب، وبعد كده وراه على جناح شمال ويدور على فرود بجد. اه صديقي احنا خلصنا كده موضوع الدفاع بنسبه كبيره، محتاجين بقى نجيب باك شمال بديل لحمروني. لا الافريقي لسه موال في الميركاتو، ده احنا لسه قاعدين. لو انت شايف ان الافريقي مش محتاج فرود مكان ايده، او محتاج جناح شمال، او محتاج سنه العاب، او محتاج باك شمال، لا يا معلم احنا ممكن نختلف مع بعض للصبح.